السلام عليكم، عودة أخرى إلى اقتناء أخونا كاكا خطاب وهذا الزوج الثاني. إن شاء الله صح نصور فحل ومقطع الآخر نصور الطيرة. زوج طبعا أيضا طيب مثل ما طلب أخونا كاكا خطاب قصيرة فقط. وهذا هذا الفحل ديريك فان دي بولك، طبعا شوية مردم بالقفاص الطيور ما متعلمات على هاي، بس أتصورن على مدرجحن كل سوى نباتش إن شاء الله ندزهن إلى محافظة كركوكي اصلا بالسلامة. هذا الطير فحل ديريك فان دي بولك، أم وأب ديريك فان دي بولك، الأمهات 2016 ويا شاهد دمايات فحص الدي ان اي لأمه وأبوه. هذا الطير من أول وجب من الوجبات الأولى دخلت من حمام البولك إلى العراق. وهذا أبوه للطير، شرح مختصر عن شهادة أبوه من فوق 96 كودي رود جد مباشر اللي هو ابو الكتل، يعني جد هذا الطير نص اخ الكتل. ابو الكودي رود 96 مطبوق على 4 تسعات اخت ال 40,000 طالع جد هذا الطير. بيبية هذا الطير من ناحيه الاب يعني ام ابوه نفس الشيء. ابن 96 على 4 تسعات نفسه معيود على بنت النيو جولدن ليدي، يعني بيه خطوط ال 96 معيوده مرتين، ال 96 واخت ال 40,000 4 تسعات. ومن جوا ال 92 العفو من جوا خط الذهبي لنيو جولدن ليدي. وهذا الطير ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا ابوه. اما امه ابوها مباشره عن جده هذا الطير حفيد 92 على 40,000 ايضا ديريك فان دي بولك 92 على 40,000 من فوق من ناحيه ام هذا الطير. ومن ناحيه بيبيه الامايه امه تعود للسوبر 66، سوبر 66 من اشهر حمام ديريك فان دي بولك، وهذا الحمام صلح حد البطل مارسيل سنجر على مستوى هولندا خط السوبر 66 على بت الصفرين 8 المعجزه. وهذا تصوير للطير ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا نجي نحط طير حمام جسم وسطاني، الطير اللي اختاريته عليه اخشن منه. تحياتي للأخوة الطيبين جميعاً.